هاي جايز، شلونكم؟ مرحبا بكم بقناتي مرة ثانية. رمضان كريم، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة. طبعا من عنوان هذا الفيديو اليوم أنا رح أشارك وياكم فيديو العمرة مات اللي سويتها من قبل شي شهر. طبعا الإحساس كان روعة، بكيت هواية، ما أقدر أوصف لكم صراحة، يعني أعتقد مشاعر ما أقدر يعني أستخدم كلمات ممكن تعبر عن إحساسي بذيك اللحظة. حلم كان بالنسبة لي أنه أزور مكة وأشوف الكعبة. فالحمد لله، الحمد لله الله قدرني أنه أنا أخذ ماما ورحنا هناك. طبعا من شت أقرب التعليقات طول هالوقت هذا أنه مريم روحي شوفي مكة، قلت يا الله لو بس ينتظرون شوية. أنا رحت وزرتها ومتحمسة طبعا اليوم حشارك الفيديو وياكم حتى تشوفون بالضبط شنو احنا سوينا. طبعا اني من كنت هناك حبيت انه اخذ لقطات واصور، ما حبيت انه اشرح واحكي، لانه يعني كنت متعمقه يعني بالمومنت، يعني باللحظه، فحاولت انه يعني بس اخذ فيديو بدون ما احكي. واليوم راح اشارك وياكم احساسي واني شنو كنت احس باللحظه لما اني كنت اصور لكم اياها. سو هنا بيسكلي دا نطلع من الفندق. طبعا احنا توضينا واحنا كنا بالفندق، وها ورحنا اول شيء كافيه قبل يعني ما ننطلق لمكه. جايز هذا الكافيه كان روعه، مثل ما تشوفون الاكل الموجود والخيارات الموجوده، يعني من يعني حتى طبعا كنا دا نحكي بالموضوع هذا من فتره انا وماما، دا اقول لها اطيب كافيه ضقته بحياتي هو هذا، يعني روعه. كان اللاتيه، اعتقد طلبنا سبانيش لاتيه، وأنا أخذت سندويشة البيض. هسا طبعاً هذا اسم المكان. أي هاي هي سندويشة البيض، و it was amazing، روعة الطعم. وأخذت هم حلى بمثل الستروبري، فأكلت بالسيارة وإحنا بالطريق مثل ما تشوفون ماما قاعدة ورا. وطول الطريق يعني طبعاً إحنا فاتحين قرآن ودا راجع يعني خطوات مع العمرة. طبعا الطريق كان يجنن، طريق من جدة لمكة. هي هذا الحالة اللي أنا طلبتها، كان بمثل الكاسترد جوا، كلش طيب، كان يخبل. سو مثل ما قلت إحساس كان لا يوصف. وطبعا كنت أراجع خطوات العمرة، وهاي طبعا كلش حبيت هاي اللقطة مال هيجي مثل القرآن، كلش حلوة هاي الفكرة مسويها. So, طبعا العمرة هي أربع خطوات، اللي هي الإحرام والطوف لما نطوفون حول مكة، والسعي، وآخر شيء الحلق. So يعني هاي الأشياء كنت أراجعها لأنه أنا ما كنت يعني أتذكرها، يعني أتذكر يمكن إحنا درسناها من أني كنت بالعراق، بس يعني تعرفون يعني اللي يطلع يروح كندا ما مع الأسف يعني ما عندنا المدارس او هيك شيء. اكو مدارس بس يعني المدرسه اللي انا جيت بيها ما كان بيها مثلا صف اسلامي. مثل ما تشوفون احنا هسه هنا دا نمشي. طبعا ما كنا نندل، لان هاي اول مره، حتى يعني صديقتي تهاني لما كانت وياي ما كنا نعرف. ما كنا نعرف ان الحمام برا، رحنا اول شيء استخدمنا الحمام ورجعنا توضينا مره ثانيه. اكشلي توضينا مره ثانيه واحنا هناك، وبعدين دخلنا. وصلنا يعني على وقت ظهر من وصلنا لهناك، كان وقت يعني هيك يمكن ساعة يعني قبل ما تصلي صلاة الظهر، بحيث احنا من وصلنا من دخلنا جوا رأسا صلينا، كان هسه بادية الصلاة. مثل ما تشوفون يعني كان ازدحام وحر، يعني انا اللي صدمني شهر الواحد وحارة. ورا ما خلصنا من الصلاة قدرت يعني أشوف أحد من الموجودين، أخذت من عنده تشيز حطيت بيه. هاي طبعا نقطة نسيناها ما فكرنا بيها إنه لازم نجيب هاي التشيز. وهنا طبعا شربنا مي زمزم ورا ما صلينا. طبعا أنا هنا إيش دا يصير بيا إنه أخيرا راح أدخل جوا وراح أشوف، راح أشوف الكعبة. إحساس ما أقدر أوصف لكم. طبعا ظلت عيني عالقة لأن كنت يعني دا ألمحها من بعيد، قلت كل ما أقرب أكثر أريد هيك أرفع راسي وأشوفها. ظلينا بدي اشوفه هنا، يعني حتى انا والله بالفيديو هم متحمسه اشوف اللقطه مره ثانيه. احساس روعه صراحه، احساس روعه.
مثل ما تشوفون هنا دا نمشي وزحمة هي عنها. Oh my God. طبعا أول ما شفت الدموع دموع بشكل مو طبيعي. So هنا دا ندور على الحجر الأسود أوكي حتى نبلش. لازم طبعا الواحد يطوف 7 مرات. وأول ما توصلين للحجر الأسود مثل ما تشوفون الناس ترفع إيدها تقول الله أكبر. وطبعا أنا راح أحط لكم لينك على كل الأشياء المفروض تقولوها وترددوها والأدعية وكل الأشياء هذه. طبعا يعني إحنا أنا درستها وكلها قبل ما نروح. سو هنا خلصنا سوينا 7 الطوف وهسه رحنا على مقام إبراهيم حتى نسوي الصلاة هناك. مثل ما تشوفون دا أمشي ورا ما خلصنا. طبعا كان حار وقت الظهر يعني الشمس متنا. سو هنا خلصنا الصلاة وتوجهنا حتى نروح نسوي الصفا والمروة السعي. طبعا أنا ما كنت أعرف إنه أكو levels يعني إنه طوابق. عبالي هو يعني بس مكان واحد. فلما شفت شوف الفيديو شوف إيش قد أكو ناس دا تمشي يعني انبهرت بالعدد صراحة. حسيت حالي راح اختنق قد ما انه يعني كان مضغوط المكان. بس صديقتي قالت لي انه اكو شو اسمه طابق فوق فاتجهنا على الطابق الفوق حتى نسوي شو اسمه السعي. مثل ما تشوفون صعدنا. طبعا اكو هواي يعني مثل guards يساعدون يعني people يعني واقفين هم يشتغلون يعني بالحرم. سو ساعدنا بالدرج مثل ما تشوفون. طبعا المكان الفوق كان اهدى ما كان بازدحام مثل اول طابق. لا يعني انا ما قدرت اكون باول طابق لا اني ولا امي لان يعني صدق كان حاره وضغط يعني ما ادري يعني حسيت ماكو هواء بالمكان. سو مثل ما تشوفون هنا شويه فارغ المكان اكثر. سو قدرنا وهذا الخط تشوفون هذا اللون الاخضر هاي وين الرياجيل يركضون يعني يركضون بينما النسوان ما مضطرين انه يسوون هالشيء. وهذا المكان مثل ما تشوفون هنا هاي يعني خلص تكون مثلا خلصتوا من الصفا تندهرون حتى تروحون على المروه. اخ الاركيتكتشر والتصاميم كلها تجنن والله يعني مكان مستحيل ينسي يعني من العمر. هاي الاكسبيرينس من عمري راح اظل اتذكرها. مثل ما تشوفوا هنا طبعا خلصنا شوي طلعت حتى شوي اشتم هواء. وهنا هسه طبعا ورا ما خلصنا يعني صارت صلاه العصر. سو خلصنا وراح ننزل جوا صلينا صلاه العصر وراها طبعا. وظلينا ندور على مقص. هسه طبعا هتشوفون انه شلون بعدين لقينا مقص قدرت اقص بها شعري. هاي خلصنا واحنا دا نطلع يعني بس دا افكر انه هسه بالحج شلون صراحة يعني اذا هي العمرة وهيج زحمة فما بالكم الحج. يعني كلش حلوة كانت الاكسبيرينس يعني من اروع الاكسبيرينسز اللي ممكن واحد يسويها. وضروري والله اي شخص يعني يقدر او عايش يعني قريب من مكة روحوا صدقوني شعور يعني لا يوصف. جيت مكان طبعا شفت هوايك وناس مشتري من عنده ايس كريم. وهاي رجعنا لجدة طريق الرجعة. الجو وراها والفيو كان يجنن يعني حسيت يوم يعني ما اقدر اوصف لكم يعني شنو من يوم. كلش استمتعت بهاي الرحلة مال السعودية وجدة وكلش تونسنا وام سو هابي يعني والله ما اقدر اوصف لكم الاحساس انه اني واخيرا سويت عمرة. يعني كل ما أتذكر أحس نفسي أنه أنا بحلم أنه معقولة أنا رحت سويت عمره. الحمد لله والشكر على كل شيء والحمد لله أنه ربي قدرني أني أقدر أخذ أمي وأروح هناك ونسوي عمره. وشكرا على متابعتكم لهذا الفيديو واللي حابب يروح طبعا رح مثل ما قلت رح أذكر كل الخطوات
والأشياء اللي أنتم محتاجيها في الديسكريبشن بوكس بهذا الفيديو. I love you guys so much وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد عن قريب يا رب. باي باي.